يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه زناتها للتنميه والتضامن. اليوم كنظموا واحد وجبه افطار، حفل افطار على لفائده الاطر ديال الجمعيه ومنخرطين الجمعيه داخل بشاطئ المركز بالمحمديه. الهدف ديالنا هو اولا هو الاستمتاع والاستجمام بطقوس اولا ديال البحر وبطقوس كذلك رمضان الابراك. دائما عاده كنظموها كل سنه، دائما في كل سنه، وكنحاولوا باش نبدلوا ذاك الروتين اليومي ديال الاطر ديال الجمعيه، لان اشتغلنا مؤخرا في اطار توزيع المعان الغذائيه، اشتغلنا في اطار واحد الحملات الطبيه لفائده مرضى داء السكري والضغط الدموي، قمنا بافطار لفائده نزلاء المركز الاجتماعي للاشخاص المسنين بالمحمديه. واليوم كنحاولوا باش يعني دعوه لفائده جميع الاطر ومنخرطين الجمعيه باش ننظموا لهم هذا الحفل الافطار بشاطئ المركز بالمحمديه. وبعد الافطار نقوم بواحد النشيط كذلك اخر، وكنتمنى وحضروا معنا جميع المنخرطين جميع الاطر، وهذا يعني هذه هديه لهذا الاطر اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير داخل الجميع خاصه في شهر رمضان. وكنتمنى ان شاء الله اولا يعني نكونوا فرحانين معهم ونكونوا ناشطين، ويكون هذا الفطور الحمد لله الفطور هو فطور جماعي داخل الشاطئ، لان حاولنا باش نبدلوا داخل الافطار ديال داخل المنازل يكون يعني شهي لجميع هذا الحاضرين جميع الساكنه ديال المحمديه اللي جات اليوم تاهي باش تفطر داخل هذا المركز. وشكرا لكم يشفي عبد الرزاق من الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا، ولاول مره كنشارك معكم هذه الامسيه الجميله الرمضانيه اللي كتدل يعني تشبث المغرب بسميتو الامسيات الرمضانيه. واليوم اول مره كنشارك مع الاخ يزيد صديق الطفوله وجمعيه نهضه الزلازه بكاملها بالاعضاء ديالها والافراد الطاقم ديالها، وكنشارك هنا على شاطئ البحر المحمديه. وشكرا جزيلا، وكنتمنى نعاودوا مثلا هاد الامسيات، وكنتمنى الناس يبقاو يجيو يفطروا في البحر لان امسيه رائعه في حقها وما كتعاودش. حنا اليوم جينا فرحانين مع هاد الجمعية اللي دارت لنا هاد الأمسية اللي نبدلوا فيها الجو ديال الدار. جينا للبحر تنشاركوا مع الشباب بيناتنا الجمعية، وفرحانة لأني بدلت الجو ديال البيت والجو ديال جينا حنا ووليداتنا، والحمد لله وجزا الله خيرا السي يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن. السلام عليكم، انا السيده معروفه راه ديما كنكون مع السي يزيد ابو صابون في سميتو كنت نشارك معاه في الانشطه ديالو، واليوم فرحني ثاني زاد فرحني دار لي فرحه اخرى. اول مره في حياتي كنت نفطر في البحر، جابني انا وليداتي عطانا القفه ديالنا وجابني قال لي ضروري ملي مشيت عندو قال لي مع عمرك فطرتي في البحر؟ قلت لي لا، قال لي ضروري غادي تفطري معنا. جيت انا وليداتي وكلهم فرحانين، راهم مقبلهم وكيجريو فرحانين وغادي يكسيهم ليا. وكنشكر جمعيه نهضه الزناته للتضامن ديما مفرحانه في عيد وعواشر، وهذا الجو هذا الجو راه ما عمرني شفتو في حياتي كاع نهائيا. وشكرا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.